يستعرض وزير التموين والزراعة النهاردة تقرير بمجلس الوزراء بالأسعار المقترحة لسعر القمح المحلي للموسم الحالي عشان تكون عادلة للمزارع المصري وتهدف إلى تشجيعه للتوسع في زراعة الأقماح باعتباره طبعا السلعة استراتيجية تستخدم لإنتاج الخبز المدعم، وده في إطار استعدادات الحكومة لاستلام محصول القمح المحلي من المزارعين والمقرر في منتصف شهر إبريل الجاري. وأكد مصدر بوزارة التموين على أن الدكتور علي المصلحي وزير التموين هيقدم تقرير عن متوسطات أسعار القمح العالمية واللي بلغت في بداية العام المالي الحالي 195 دولار للطن، في حين تتراوح الأسعار حاليا من 212 إلى 220 دولار للطن، وأنه بناء على متوسط الأسعار العالمية هيتم تحديد سعر القمح المحلي، وده طبعا بالتعاون مع وزارة الزراعة وسط توقعات بوصول سعر الأرداب ل 600 جنيه.